السلام عليكم. أخذنا في المحاضرة السابقة كمقدمة بسيطة حتى أذكركم بها عن التفكير وعن التذكر عفوا والنسيان، وأخذنا عوامل اللي ممكن أن تقوي الذاكرة والعوامل اللي تسهم في تكون عامل مهم في النسيان. اليوم راح ناخذ مسألة التفكير اللي يعد من العمليات العقلية اللي يمتاز بها الإنسان على الحيوان، ولأن الإنسان يفكر ويقوي تفكيره ويتقدم كلما زادت خبرته في الحياة، لأنه يملك استعداد فسلجي في أجهزته العقلية تساعد على مسألة التفكير. والتفكير لو أريد نعرفه يعني هو بمعناه الواسع يشمل جميع العمليات العقلية الأخرى بصورة متداخلة ومتعاونة ومتكاملة. فالإنسان لما يريد يفكر في موقف معين يدرك بعض جوانب الموقف والعلاقات بينها ويتذكر الماضي أيضا من خبراته. إذن التفكير من أهم أدواته هو الصور العقلية الحسية، وأيضا ممكن عن طريق استخدام الصور العقلية اللفظية، وممكن أنه يكون التفكير يعني بأنواع. النوع الأول التفكير